أنا عايز النهاردة أتكلم في موضوع خطير جدا، يعني هو أخطر موضوع ممكن أكون هتكلم فيه أو اتكلمت فيه لغاية دلوقتي في الفيديوهات اللي عملتها، وهي المحاكمة أو المحاكمة أمام محكمة الجنايات. المحاكمة أمام محكمة الجنايات شيء في منتهى الخطورة. أي إنسان بيتحاكم أمام محكمة الجنايات بيبقى عرضة، على حسب الاتهام الموجه ليه، بيبقى عرضة أو متعرض يعني إلى إنه ممكن ياخد حكم إعدام، ممكن ياخد 25 سنة، 15، 20. وطبعا اللي بياخد حكم أمام محكمة الجنايات يعني مش هو بس اللي بيتأثر، اللي بيتأثر كمان الأسرة بتاعته، أسرته وعيلته، لأنه يعني أبسط حاجة ممكن يكون هو العائل الوحيد ليهم، يعني هو المسؤول عن إعالة أسرته، مراته، أولاده، ربما والده، والدته. فالمحاكمة أمام محكمة الجنايات خطيرة جدا بالنسبة للأحكام اللي بتصدر من محكمة الجنايات على حسب الاتهام الموجه. الأمر الثاني اللي بيخلي أحكام محكمة الجنايات خطيرة هو إنه يعني مفيش استئناف، مفيش استئناف. يعني في الجنح العادية احنا بنستأنف، يعني عادي، يعني احنا جنحة ضرب، جنحة مش عارف اي جنحة من الجنح دي، شيك، ايصال امانة، بتاع مش عارف ايه، بيبقى ليها استئناف. لكن الجنايات ملهاش استئناف، ليها نقض فقط لا غير. عشان كده المحامي الزميل اللي بيتولى العمل في جناية لازم يدرك خطورة المهمة والموضوع الموكل إليه. موضوع مش سهل أبدا، موضوع خطير للغاية. عشان كده أنا كلامي النهاردة برضو أنا بوجهه زي ما أنا تعودت معاكم، إن أنا بحاول أبسط المعلومة القانونية بحيث تبقى ثقافة عامة حتى لغير المشتغلين بالقانون. بس النهاردة أنا يعني برضو اسمحولي أتكلم وأوجه كلامي لزملائي المحامين، تحديدا الشباب منهم اللي هم بيتولوا الدفاع والمرافعة في جناية، لأن زي ما قلت ووضحت من شوية الجناية دي شيء في منتهى الخطورة وشيء مش سهل أبدا. يعني أنا عايز أقول إن هو يعني مش عايز يعني أقول بالبلدي كده خرب بيوت، يعني بيبقى واحد اتسجن وبيت اتخرب. فعلشان كده ياريت الفيديو ده نخلي بالنا كلنا منه، سواء كنا مشتغلين بالقانون أو بالنسبة لزملائي وأبنائي المحامين، شباب المحامين. طبعا عشان نحصل على البراءة أمام محكمة الجنايات أو علشان نمهد لأن احنا نحصل على الحكم يتم نقضه، احنا لازم نعمل حاجة. يعني احنا بنشتغل كمحامين على البراءة أو حتى حكم مخفف، وفي نفس الوقت بنشتغل على إنه
إذا المتهم أخذ حكم يبقى بنعمل تمهيد لإيه؟ لأني أقدر لما أروح محكمة النقض أحصل على حكم بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات، أحصل على حكم من محكمة النقض بنقض الحكم الصادر من إيه؟ من محكمة الجنايات. طب أنا علشان أشتغل على البراءة وفي نفس الوقت أو على حكم مخفف أمام محكمة الجنايات وفي نفس الوقت أمهد لأني أنا إذا خدت لا قدر الله المتهم بتاعي أخد حكم كبير أو حكم بصفة عامة كبير أو غير كبير يعني، يبقى أنا إزاي بمهد إني أنا أقدر لما أروح لمحكمة النقض يبقى أنا النقض بتاعي هيتقبل بنسبة كبيرة كبيرة جدا يعني. فالكلام ده لازم من البداية، من أول ما استلم الجناية واشتغل فيها لازم أعمل حسابي عليه وأشتغل عليه. إزاي؟ أول حاجة إن لازم تكون الدفوع بتاعتي دفوع جوهرية. يعني إيه دفوع جوهرية؟ هو في البداية يعني إيه الدفع؟ يعني إيه الدفع؟ الدفع ده من اسمه دفع، يعني زي أنا بدفع حاجة عن المتهم، بدفع إيه عنه؟ بدفع التهمة، فمن هنا جاء اسمها دفوع. جاء اسمها دفوع من إيه؟ من إني أنا بدفع التهمة عن المتهم. طيب الدفوع دي زي إيه مثلا؟ زي إيه مثلا؟ هنفترض إنه في خناقة ومجموعة بيضربوا بعض بعصي، فواحد فيهم خد عصاية في راسه ومات. في الحالة اللي زي دي لو اتهموا في واحد معين، يعني هما كانوا مثلا خمسة ستة بيتخانقوا مع بعض والخمسة ستة معاهم عصي، وواحد فيهم أخذ عصاية في راسه ومات. جت قالوا والله ده اللي ضربه فلان، واتهم فلان بضربه وقدم إلى محكمة الجنايات على أساس أنه هو متهم بجريمة ضرب أفضى إلى موت. أنا النهاردة كمحامي أول حاجة هروح أعملها في المحكمة هقول إيه؟ هدفع بشيوع الاتهام. شيوع الاتهام يعني إيه؟ يعني هقول ما معناه، معنى كلمة شيوع الاتهام ان التهمه دي مش ثابته على المتهم. ليه؟ لانه دول كانوا خمسه سته بيتخانقوا مع بعضيهم، والخمسه سته كانوا معاهم عصي، فاحنا مش عارفين المجني عليه ده العصايه اللي جت في دماغه وموتته، هل دي من احمد ولا علي ولا سيد ولا حسين ولا محمدين ولا مين بالظبط. يبقى انا كده ايه بدفع بحاجة اسمها شيوع الاتهام. وزي ما قلت الدفع هو اني انا بدفع التهمة، زي بزج التهمة ببعدها عن المتهم بتاعي. فهنا انا بدفع في القضية دي بشيوع الاتهام. طيب الدفوع هنا بما ان احنا عرفنا الدفوع وقلنا ان هي وسيلة بدفع بيها التهمة عن المتهم، هل الدفوع كلها واحد؟ الإجابة لا. الإجابة لا. الدفوع أنواع كثيرة كثيرة خالص، ولكن النوع المهم هو الدفع الجوهري أو الدفوع الجوهرية. هي ليه تسمى الجوهرية؟ يعني ليه سموها جوهرية؟ هي من اسمها جوهرية، يعني لما يجي يقول لك مثلا الموضوع الفلاني ده موضوع جوهري، موضوع جوهري يعني موضوع غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. يبقى لما يجي يقول لك ده دفع جوهري يبقى ده دفع غاية في الأهمية، دفع غاية في الأهمية.
يبقى أنا كده بدفع التهمة عن المتهم بتاعي بدفع مش عادي، مش دفع عادي، لا بدفعها بدفع غاية في الأهمية. طب الدفوع الجوهرية دي ليه غاية في الأهمية؟ ليه يعني هي يعني غير أي دفوع تانية؟ أنا مش عايز أقول أنواع الدفوع التانية عشان ما يحصلش يعني أتجل على حضراتكم، وخصوصا إن دي فيديوهات تثقيفية بيستهدف منها أو بستهدف منها غير المشتغلين في القانون بصفة عامة، وحاليا في الفيديو ده أبنائي المحامين الشباب بصفة خاصة. الدفوع الجوهرية ليه اسمها دفوع جوهرية؟ لأن زي ما قلت هي دفوع غاية في الأهمية. طب يعني إيه غاية في الأهمية؟ يعني عايزين نقول يعني تفرق إيه عن غيرها؟ تفرق إيه عن غيرها؟ بتفرق عن غيرها من الدفوع في 3 حاجات، في 3 حاجات. الحاجة الأولانية إن المحكمة لما تاجي تكتب الحكم بتاعها لازم في الدفوع الجوهرية دي تاخد الدفع تكتبه وترد عليه بشكل مستقل. يعني ايه؟ يعني تقول وقد دفع الحاضر مع المتهم بكذا، وتذكر الدفع وتبتدي ترد عليه. يبقى كده هي المحكمة في أسباب الحكم لازم ترد على الدفع الجوهري بشكل مستقل، يعني ما تردش عليه، أو ما تردش عليه في أسباب الحكم من ضمن الأسباب كده وخلاص على الماشي، لا. الدفع الجوهري لأنه دفع غاية في الأهمية لازم المحكمة ترد عليه بشكل مستقل، تقول كده بالظبط وهذا وقد دفع الحاضر مع المتهم أو عن المتهم بكذا، وترد على الدفع. طيب بس ده اللي بيميز الدفع الجوهري لما المحكمة ترد عليه؟ لا، في حاجة تاني بتميز الدفع الجوهري عن أي دفع تاني. المحكمة لما تيجي ترد على الدفع الجوهري لازم ترد عليه بأسباب كافية. بأسباب إيه؟ بأسباب كافية، يعني ما ينفعش ترد بكلمتين يعني سطر ونص، لا لازم ترد عليه بأسباب كافية. يبقى ده الميزة التانية اللي بتميز الدفع الجوهري عن أي دفع تاني. ده الميزة الأولانية زي ما قلنا لازم ترد على المحكمة على الدفع الجوهري، ترد عليه في أسباب الحكم، ترد عليه بشكل مستقل. الميزة التانية إنها ترد عليه بأسباب كافية، يعني مش سطر ونص سطرين، لا تديله حقه في الإيه؟ في الرد. الحاجة التالتة إن هي المحكمة لازم ترد على الدفع الجوهري ده هو بإيه؟ بأسباب سائغة. يعني إيه سائغة؟ يعني بالبلدي كده أسباب تدخل الدماغ، أسباب تدخل الدماغ، تمام؟ يبقى الـ3 حاجات دول هما اللي بيميزوا الدفع الجوهري عن غيره من الدفوع. أقولها تاني، إنه نمرة 1 الدفع الجوهري لازم المحكمة ترد عليه في الحكم، ترد عليه بشكل مستقل. 2 ترد عليه بشكل كافي. نمرة 3 ترد عليه بأسباب سائغة، يعني تدخل الدماغ، تدخل بالبلدي كده مقنعة، تدخل الدماغ، تمام؟ ومن هنا بيبقى فرصتي أنا كمحامي إن أنا لما يبقى الدفوع بتاعتي اللي دفعتها في القضية كلها دفوع جوهرية، بيبقى عندي فرصة إن أنا لو المتهم بتاعي أخد حكم في الجناية
بيبقى عندي فرصة أكبر إن أنا في النقد أمام محكمة النقد أكسب النقد، إن الحكم يتنقد. ليه؟ لأن ممكن المحكمة تكون ما ردتش على الدفع الجوهري بشكل مستقل، ممكن، وممكن تكون المحكمة ردت عليه بشكل مستقل لكن ما ردتش عليه بأسباب كافية، يعني ردت عليه كده بشكل مختصر كلمتين ونص. يبقى أنا كده في اللحظة دي من حقي أمام محكمة النقد إن أنا يبقى من أسباب النقد بتاعتي القصور في التسبيب. إيه القصور في التسبيب؟ قصور في التسبيب إني أقول لمحكمة النقد: يا محكمة النقد والله ده أنا دفعت أمام محكمة الجنايات بدفع جوهري، ومحكمة الجنايات ما ردتش عليا في الدفع الجوهري ده بشكل مستقل. يبقى ده يضمن لي ان ايه؟ اني اخد حكم امام محكمة النقد بنقد الحكم. ممكن برضو المحكمة ترد عليا، محكمة الجنايات ترد عليا بأسباب غير كافية على الدفع الجوهري، ده برضو بيديني فرصة أمام محكمة النقد أني أنا أروح لمحكمة النقد أقول لها: يا محكمة النقد والله محكمة الجنايات أنا دفعت قدامها بدفع جوهري، ولكن لما ردت عليا في أسباب الحكم ما ردتش عليا بأسباب كافية، دي ردت عليا بأسباب مختصرة. يبقى ده برضو سبب بيخليني ممكن أكسب النقد، ويجي الحكم الطعن بالنقد يقبل والحكم يتنقد. الحاجة الثالثة، ممكن أروح أقول لمحكمة النقد أقول لها: والله يا محكمة النقد ده محكمة الجنايات لما أنا دفعت قدامها بدفع جوهري ردت عليا بأسباب غير سائغة. يعني إيه غير سائغة؟ يعني غير مقنعة، غير مقنعة ما تدخلش الدماغ. فيبقى في اللحظة دي أنا بدل نفسي لما أدفع دفع جوهري بدل نفسي فرصة إني أنا أقدر تتوافر أمامي 3 حاجات، إن أنا ممكن من خلال الحاجات الثلاثة دول إن أنا آخد حكم أمام محكمة النقد لصالح المتهم بتاعي بنقد الحكم. إزاي؟ إني أنا أقول لمحكمة النقد: إما يا محكمة النقد محكمة الجنايات ما ردتش على الدفع الجوهري بشكل مستقل، أو ردت على الدفع الجوهري بأسباب غير كافية، أو ردت على الدفع الجوهري بأسباب غير سائغة، يعني ما تدخلش الدماغ أو غير مقنعة. طب يجي واحد يقول لي: هل كل الدفوع ممكن تبقى جوهرية؟ أقول له: آه، ممكن كل الدفوع تبقى جوهرية. وممكن أنت إذا كنت محامي، بالذات إذا كنت محامي شاب لسه مبتدئ، ممكن تخلي كل الدفوع بتاعتك دفوع جوهرية. إزاي؟ أنا أقول لك: أنت بتغير في الصيغة بتاعة الدفع بتاعك. يعني أنا من شوية ضربت مثل، قلت إيه؟ قلت إن أنا لو في خناقة، الخناقة دي بيتخانقوا 5 6، وفيهم واحد أخذ عصاية في راسه ومات، ففي حد من اللي كانوا بيتخانقوا اتهموه الحكومة أو المباحث أو بتاع أو الشهود أو يعني قالوا إيه هو ده اللي ضربه، وتقدم للمحكمة على أساس إن هو إيه ارتكب جريمة ضرب أفضى إلى موت. بيجي المحامي يدفع بشيوع الاتهام. شيوع الاتهام هو يقصد إيه من شيوع الاتهام؟ يقصد بإن كان في 4 5 6 بيتخانقوا، فمن الوارد إن يكون أي حد في ال5 أو ال6 دول هو اللي ضرب المجني عليه في راسه وموته.
ليه بالذات المتهم اللي مقدم للمحاكمة؟ هو يقصد يقول كده، يقصد يقول إن جايز القضية الجناية دي أو الفعل ده ارتكبه أحمد أو علي أو سيد أو حسين أو محمدين، مش بالضرورة يكون الإيه المتهم اللي موجود في المحكمة. بس الدافع بشيوع الاتهام ده دافع موضوعي، دافع موضوعي مش دافع جوهري، مش دافع جوهري. طيب لو انا عايز احول الدفع الموضوعي ده، هو اللي هو الدفع مثلا اللي ضربت بيه مثل اللي هو شيوع الاتهام، عايز احوله لدفع جوهري، ممكن اعمل فيه ايه؟ اغير في الصيغة بتاعته، بدل ما اقول انا بدفع بشيوع الاتهام اقول انا بدفع بانتفاء صلة المتهم بالجريمة، انتفاء صلة المتهم بالجريمة. يبقى أنا هنا الدفع ده اللي أنا دفعته إن أنا قلت المتهم بتاعي ملوش علاقة بالجريمة، لا صلة له بالجريمة، ودفع الحاضر مع المتهم بانتفاء صلته بالجريمة. يبقى أنا كده الدفع بتاعي حولته من دفع موضوعي إلى دفع جوهري، انتفاء صلته، ملوش صلة، مش متهم أصلا، تمام؟ يبقى أنا غيرت إيه اللي أنا عملته؟ هي هي، المعنى هو هو. في الأول أنا بقول إنه جايز أحمد ولا علي ولا سيد ولا حسين هو اللي ضرب المجني عليه، ده لما كنت بدفع بشيوع الاتهام، لكن لما بدفع بانتفاء صلته بالجريمة هي هي نفس الكلام. اللي عايز أقوله هو نفسه، كل الحكاية إن غيرت الألفاظ، غيرت الألفاظ، بدل ما بقول شيوع الاتهام إنه والله ممكن يكون اللي ضرب المجني عليه فلان ولا احمد ولا علي ولا سيد ولا حسين ولا محمدين، فانا باجي اقول لا والله الايه المتهم لا صلة له بالجريمة، ودفع الحاضر مع المتهم او عن المتهم بانتفاء صلته بالجريمة. يبقى انا كده غيرت الصيغة وخليت هي هي نفس المعنى اللي انا عايز اقوله، بس حولته من دفع موضوعي إلى دفع جوهري. وزي ما قلت إن الدفع الجوهري ليه مزايا عديدة وأنا قلتها من شوية. طيب هل أنا ممكن كمحامي أعمل حاجة تاني في القضية علشان أضمن حكم بالبراءة أو حكم مخفف، أو أضمن إن النقد يقبل القضية والحكم النقد يقبل ويتم الطعن فيه بالنقد ويرجع النقد ويتقبل؟ في حاجة تاني أعملها. إيه هي؟ إحنا قلنا إن لازم الدفوع تبقى دفوع جوهرية، وضربنا مثل. الحاجة التانية إني أنا أكتر من الدفوع الجوهرية، والدفع الواحد ممكن أفتته إلى أكتر من دفع. إزاي؟ يعني مثلا ممكن أقول شيوع الاتهام، شيوع الاتهام ده قلنا دفع إيه؟ موضوعي مش جوهري. طب ما أنا ممكن شيوع الاتهام ده أفتته لأكتر من دفع، أخليه بدل ما دفع واحد دفعين، أدفع بانتفاء صلة المتهم بالجريمة، وأدفع كمان بإيه؟ بانتفاء التهمة وانعدام الدليل. يبقى شوف كده، كان في دفع واحد بس موضوعي اللي هو شيوع الاتهام. يبقى أنا كمحامي لازم أبقى هنا حريف، لازم يعني محامي الجنايات ده لازم يبقى حريف. يبقى شيوع الاتهام ده دافع مش ايه مش ما مش جوهري، ده دافع موضوعي. يبقى انا حولته
بتغيير صيغة الكلام حولته لدفع جوهري. طيب سكت أنا على كده؟ لا ما سكتش، ده أنا كمان فتت الدفع نفسه إلى أكتر من دفع، خليته ودفع الحاضر مع المتهم بانتفاء صلته بالجريمة، يبقى إيه؟ ملوش صلة، متهم ملوش صلة، يبقى ده دفع جوهري. الدفع التاني ودفع الحاضر مع المتهم بانتفاء التهمة وانعدام الدليل، يبقى ده يعني مفيش تهمة. مفيش تهمة ليه؟ مفيش تهمة لأن الراجل مش هو اللي ضربه، ومفيش دليل على كده، مفيش دليل على كده. يبقى في الحالة دي أنا خليت الدفع الواحد قسمته لدفعين، والدفعين خليتهم كل واحد منهم دفع جوهري. يبقى كل ما أنا بكتر في الدفوع الجوهرية، كل ما أنا بخلي المحكمة تضطر إن هي تمشي ورايا، بحيث إن هي كل دفع تمسكه وترد عليه بشكل مستقل، وترد عليه بأسباب كافية، وترد عليه بأسباب سائغة يعني مقنعة. وكل ما أنا بكتر في الدفوع الجوهرية، كل ما أنا بخلي فرصتي أمام محكمة النقد تزيد، فإني أنا الحكم بتاعي يتقبل النقد بتاعي ويطعن على الحكم بالنقد. ليه؟ لأن ممكن المحكمة مثلا لو أنا دفعت لها بسبع تمن دفوع جوهرية، بسبع تمن دفوع جوهرية، مضطرة المحكمة إن هي كل دفع من السبع تمن دفوع دي إن هي ترد عليه بشكل مستقل، وترد عليه بشكل بأسباب كافية، مش كلمتين وخلاص، وترد عليه بأسباب سائغة يعني مقنعة. فأكيد أكيد هلاقي دفع من الدفوع السبعة أو الثمانية دي المحكمة قصرت. قصرت إزاي؟ احتمال يعني. قصرت إزاي؟ يعني ممكن دفع فيهم ما ردتش عليه بشكل مستقل، ممكن دفع فيهم ما ردتش عليه بأسباب كافية، ممكن دفع فيهم ما ردتش عليه بأسباب سائغة يعني تدخل الدماغ يعني معقولة يعني مقنعة. يبقى التقصير بتاع المحكمة ده اسمه ايه؟ اسمه قصور في التسبيب، اسمه قصور في التسبيب. والقصور في التسبيب احد اهم الاسباب اللي بتخلي محكمة النقد تقبل الحكم امام، لما نطعن امام محكمة النقد. يبقى انت لما تمسك جناية لازم كل الدفوع بتاعتك تحرك الصيغة بتاعتها، بحيث تخلي الصيغة بتاعتها الدفوع بتاعتك تخليها كلها جوهرية، ده نمرة واحد. نمرة اتنين انك انت تكتر الدفوع الجوهرية، يعني ممكن تقسم الدفع الواحد الى دفعين او حتى ثلاثة، يعني لو خليتهم سبع دفوع احسن، تمانية احسن، تسعة احسن، كل ما تزود في الدفوع الجوهرية يكون افضل، وده بيديك فرصة اكتر امام محكمة النقد ان انت الحكم بتاعك ان شاء الله تكسب النقد فيه. طب يبقى انا كده اول حاجة عملناها عشان ناخد براءة او عشان ناخد حكم مخفف او علشان نكسب النقد بتاعنا، لازم تكون الدفوع بتاعتنا دفوع جوهرية. والدفوع الجوهرية قلت ان احنا بنتحكم فيها عن طريق التغيير في الالفاظ، التغيير في الالفاظ. طيب يبقى ادي نمرة واحد تكون دفوع جوهرية. اتنين تكون الدفوع دي كتيرة، مش دفع ولا اتنين، احاول ان انا اخلي فيه اكتر من دفع، خمسة ستة، كل ما كتر يكون افضل. طب اخر حاجة علشان اضمن ان انا اما ان هاخد براءة او حكم مخفف، او اذا رحت امام محكمة النقد ان النقد بتاعي يتقبل، ايه اعملها؟ المذكرة. طبعا احنا عارفين ان اصلا الدفاع امام محكمة الجنايات بيبقى دفاع شفوي، وده الاصل في الموضوع. الاصل ان الدفاع امام محكمة الجنايات ان هو يكون دفاع شفوي، لكن النهاردة الرول بتاع الجنايات
يعني ممكن بنلاقيه بيعدي ال 30 وال 40 وال 50 واحيانا بيوصل 60 قضية، يعني عدد كبير خالص خالص. طيب افرض انا الـ القضية بتاعتي نمرة واحد، نمرة واحد، وبعد كده الرول كان 60 قضية، فجه بعد مني 59 قضية، وحضرات السادة القضاة سمعوا المرافعات بتاعت 60 قضية، 60 قضية. تخيل لو إن كل قضية المرافعة أخذت فيها 10 دقائق، أضرب 10 دقائق في 60، 60 قضية أو ربع ساعة. وأحيانا كمان بيبقى في قضية بتلاقي فيها 4 5 متهمين، وكل متهم جايب له محامي، يعني القضية الواحدة ممكن تلاقيها بمقام 4 قضايا، لأن فيها 4 متهمين وكل متهم جايب له محامي، وكل محامي عايز يترافع، هيترافع له على الأقل 10 دقايق. يبقى أنا النهاردة لو القضية بتاعتي نمرة واحد والسادة القضاة هيسمعوا بعديها 59 قضية، طب يعني أولا سكرتير الجلسة لا يمكن هيكتب المرافعة بتاعتي وبتاعت زملائي الـ60، يعني لما يبقى 60 قضية بـ60 محامي ترافعوا فيها، لو سكرتير الجلسة هيكتب المرافعات اللي اتقالت في الـ60 قضية يبقى عايز له رزم ورق كده كده اهو كده اهو، علشان يكتب المرافعات اللي اتقالت في 60 قضية. مش ممكن ابدا سكرتير الجلسة هيقدر ان هو يكتب كل كلمة بيقولها المحامي هو وبيترافع. طيب يبقى انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الرول مسحوم في 60 قضية، والنهاردة بعد ما السادة القضاة بيرفعوا الجلسة ويدخلوا غرفة المداولة علشان يتشاوروا ويتداولوا في الأحكام اللي هتصدر، يعني السادة القضاة دول بني آدمين زينا، بني آدمين زينا، يعني ممكن يصدع، ممكن يتعب، ممكن ينسى، اللي بيمشي على كل البني آدمين بيمشي على السادة القضاة. فالنهارده انت مثلا ما يبقى 60 قضية وانت الرول بتاعك نمرة واحد وفي 59 محامي اترافعوا بعد منك، يبقى وارد جدا اولا سكرتير الجلسة ما كتبش كل المرافعة اللي انت قلتها، نمرة 2 وارد جدا السادة القضاة انهم ينسوا. علشان كده مهم جدا ان انت كمحامي شاب مبتدئ اذا توليت امانة المرافعة في جناية من الجنايات لازم ان انت تكتب مذكرة، يعني انت هتترافع شفوي ماشي، ما قلناش حاجة، لان الاصل في المرافعة ان تكون شفوية، لكن لازم تكتب المرافعة بتاعتك، تكتبها في مذكرة. ليه تكتبها في مذكرة وتقدمها للمحكمة؟ علشان لما السادة القضاة يدخلوا الى غرفة المداولة ويتداولوا في الاحكام اللي هيصدروها يبقى انت كل المرافعة بتاعتك مكتوبة في المذكرة أمامهم، يعني لو نسيوا حاجة هيفتكروها من فين؟ من المذكرة اللي انت كتبتها. ده غير انك انت لو اضطريت تروح تطعن أمام محكمة النقض، المذكرة دي هتبقى من ضمن الأوراق القضية اللي هتروح قدام محكمة النقض، وهتستفيد بيها، هتستفيد بيها في الطعن بتاعك في النقد. يبقى كده انت علشان نلم الفيديو ده، عشان يبقى لانه الفيديو ده كبير شوية لأهميته، انت كمحامي شاب مبتدئ اشتغلت جناية، خلي بالك ان الجناية دي امانة كبيرة في ايدك، علشان كده لازم تعمل فيها 3 حاجات مهمين. اول حاجة ان الدفوع بتاعتك تكون كلها جوهرية، 2 ان الدفوع بتاعتك تكون جوهرية وكتيرة، وانا وضحت ليه اسباب دي. نمرة 3 لازم تكتب مذكرة.
اذا عملت الثلاث حاجات دول يبقى انت بتضمن لنفسك اما انك تاخد حكم بالبراءه او تاخد حكم مخفف، او حتى لو خدت حكم والحكم ده عايز تطعن عليه بالنقد بتبقى الفرص بتاعتك في ان النقد يتقبل والحكم يطعن عليه بالنقد بتبقى الفرص بتاعتك كبيرة. وده كان موضوع الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان يعني الموضوع يكون وصل للجميع واكون نجحت في اني اكون بسطته بشكل مبسط بحيث انه يعني غير المشتغلين بالقانون يبقوا على علم بيه، ويبقى ابنائي وزملائي المحامين الشباب برضو على علم بيه.